ومع الآن من باريس الباحث في العلوم السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي. أهلا بك دكتور. بداية، هل برأيك الاتحاد الأوروبي على قلب واحد مع الأمريكيين والأوكرانيين ضد موسكو؟ بمعنى آخر، دعني أسأل السؤال بطريقة أخرى، فيما لو فرضت عقوبات جديدة على موسكو، هل سيقبل الأوروبيون بها يعني ويسيروا في هذه الموجة، علما أن الأوروبيين سيكونوا من أكثر المتضررين لمثل هذه العقوبات؟ الحقيقة هذه نقطة الضعف الأساسية. كما تعلمين نورما، الاقتصاد الأوروبي مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الروسي، وخصوصا فيما يتعلق بسياسة الطاقة. أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وقد ما أمسك الرئيس بوتين باليد التي توجع أوروبا وهي مسألة الغاز، وقد هدد، وخصوصا في حديثه اليوم، صبيحة هذا اليوم، تحدث عن مدى التأثير التي يمكن أن يطال الاقتصاديات الأوروبية، خصوصا أن أوروبا تعاني من أزمة اقتصادية. باعتقادي أن الرئيس بوتين هذا اليوم وضع شروط وقواعد اللعبة في أوكرانيا، وضع شروط أن تستمر أو يستمر هذا النظام الجديد الذي وجد في كييف بالحياد السياسي، بعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا يعني عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عدم الانضمام إلى حلف الأطلسي، عدم تمدد الحلف أكثر وأكثر. وبالتالي روسيا تمتلك، إذا شئت نورما، كل أوراق اللعب. على عكس ذلك، حتى العقوبات التي تهدد بها الإدارة الأمريكية من المستبعد أن تكون مؤثرة حقيقة في الموقف الروسي من أو في الاقتصاد الروسي. وبالتالي يبدو الغرب عاجزا عن أن يضع حدا للسياسة الروسية في هذه المنطقة الحساسة. دعيني أعطي مثالا أخيرا. السياسة الروسية ووجودها على الأرض أشبه بالأرنب بمقابل السلحفاة السياسية الأوروبية والغربية. نعم. طب دكتور، أنت تقول يعني أن بوتين حدد شروطه اليوم في خطابه، ولكن بوتين أيضا في نفس الخطاب اليوم قال أن الحوار الذي يجري اليوم في جنيف هو حوار مهم وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وقال أيضا أن بلاده وأوكرانيا لديهما مصالح مشتركة. هذا الخطاب كيف سيتلقفه المجتمعون اليوم في جنيف، وما هو سقف التوقعات من هذا الاجتماع؟ بالنسبة، دعيني أبدأ بالإجابة على الجزء الأخير من السؤال. سقف التوقعات الحقيقة منخفض للغاية، لا أحد يتوقع كثيرا أن الاجتماع اليوم في جنيف سوف يؤدي إلى نتائج حقيقية تنعكس على تبريد الأزمة. ولكن بالعودة إلى خطاب السيد بوتين اليوم، الحقيقة يمكن النظر إليه من الزاويتين. من حيث الشكل، هو قدم خطابا دبلوماسيا إذا شئت، محاولا أن يخفف من اللهجة الروسية، ولكن من حيث مضمون الخطاب، وعندما نتحدث، ذكر على سبيل المثال أنه مستعد أن يذهب بعيدا لدرجة استخدام القوة في سبيل الدفاع عن المواطنين أو من يتحدثون الروسية في شرق أوكرانيا. وبالتالي في مضمونه الخطاب جاء واضحا محددا شديد اللهجة، ولكن في ظاهره دعا طبعا إلى الحوار ودعا إلى تفاهم مع الغرب، ولكن أعتقد أنه في المضمون خطاب قوي للغاية. طب دكتور، برأيك ما هو الحل الذي قد يرضي كل الأطراف المجتمعة اليوم في جنيف؟ أنا أعتقد أن إلى الآن لا يوجد تصور غربي لهذا الحل. على الصعيد الروسي هنالك تصور لما يجب أن يكون عليه النظام الأوكراني. الحقيقة الحلول تبدو لا تحظى بتوافق جميع الأطراف. دعيني أضرب على سبيل المثال، روسيا ترى أن الحل الوحيد وهو بناء نظام حكم فيدرالي يسمح بوجود سياسي للأقلية الروسية، خصوصا في الجنوب والشرق. على العكس من ذلك، يرى الغرب أن هذا النظام الجديد هو نظام يتوافق مع مصالحه، وبالتالي يجب المحافظة عليه. هل يمكن الوصول إلى نقطة وسط في هذه الرؤيتين المختلفتين؟ إلى الآن لا يبدو ذلك واضحا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الحقيقة أن أوكرانيا تشكل ورقة ضمن ملف أكبر من ذلك. السؤال الآن، ما هو الدور الروسي في إطار الاستراتيجية العالمية، في إطار استراتيجية الأمن في أوروبا؟ هذا هو السؤال الحقيقي. هل يمكن أن تذهب روسيا بعيدا في الدفاع عن مصالحها حتى في دول أخرى، على سبيل المثال في دول مثل أستونيا أو مثل بلغاريا حيث توجد أقليات روسية؟ هذه الأسئلة كلها مطروحة على الطاولة، وإلى الآن لا يبدو أن هنالك أفق للوصول إلى نقطة وسطى. شكرا لك. من باريس الباحث في العلوم السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي. إذن مشاهدينا، كانت تلك أبرز المواضيع.